والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة فإنه لا يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: أنا لا أبالي بهم وأنا واثق من نفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. الكلام ده يا جماعة مهم، ونحن كسلفيين محتاجين له حاجة شديدة جدا، بالذات في الزمن ده مع انتشار وسائل التواصل أو الإعلام، وكل إنسان مننا شايل له موبايل كبير في يده وبيتواصل به، سواء كان تواصل صحيح ولا باطل، المهم بيتواصل به. وغالب الناس الواحد عنده صفحة أو صفحات في الفيسبوك، أو عنده مواقع، أو عنده واتساب، أو عنده بيتواصل مع الناس. فقد الإنسان ما يمشي يجلس مع صاحب البدعة، يركب مواصلات والكمساري ويدفع كم جنيه ويمشي عشان يقعد مع واحد من شيوخ أنصار السنة، قد ما يحصل كده، لكن قد يكون بالموبايل ده قاعد مع أنصار السنة جوا، أو قاعد مع غيرهم إخوان مسلمين، أو مع غيرهم، بضيع في زمن. فالإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال كلام عجيب جدا جدا، قال: من جالس صاحب بدعة فإنه لا يسلم. ليه قال من جالس صاحب بدعة؟ لأنه مجالسة أصحاب البدع والأهواء والحزبيات والتمييع حرام، عشان كده قال البجال صاحب بدعة ما بيسلم، لابد يقع في واحدة من الثلاثة ديل أو يقع فيهم كلهم الثلاثة. لأنه أول حاجة معلومة تعرفها، مجالسة أصحاب البدع والأهواء حرام بنص القرآن وبنص السنة وإجماع سلف الأمة. من القرآن قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية دي فسر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث موجود في السنة، بالحذر من الاستماع لأهل البدع والأهواء وأهل الزيغ، والحذر من الجلوس معهم أو أخذ العلم منهم أو التكلم معهم والضحك معهم والهزار معهم والأكل معهم. كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقرأت الآية هذه من سورة آل عمران، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت
الذين يتبعون ما تشابه منه، قال لهم أهل الأهواء والبدع والزيغ الذكر في الآية، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك احذرهم. يبقى بعد ما يجوز لأي مخلوق أو زول منظراتي يمشي جالس أهل البدع أبدا أبدا أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كلامه وحي من الله، لكن جاب لك آية من القرآن وفسر لك بكلامه عليه الصلاة والسلام الذي هو أيضا وحي من الله. وروت لك السيدة عائشة رضي الله عنها، تاني في حاجة يا جماعة؟ تاني ما تقول لي هواري قال ولا زبط الطين قال، الموضوع ده منتهي خلاص. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الكهف آية واضحة أوضح من الشمس اللي بتطلع الصباح، ربنا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. مضلين ده المنو ما أهل البدع ده الضلاليين والمضلين ذاتهم. الله قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. شيخ العسيمين قال ده دليل، الآية دي قال دليل على عدم الاستماع ومجالسة أهل الأهواء والبدع. وسألوا بعد ده قال يا شيخ، شيخ العسيمين، لو في مدرس بتاع لغة عربية وما في غيره ولكن مبتدع وده ندرس عنده اللغة العربية، ما التفسير ولا القرآن ولا الحديث ولا الفقه ولا غيره، اللغة العربية، قال ما بيجوز، موضوع منتهي. والإمام مالك لما جاء رجل قال له سألوا عن كيف استوى، ما قبل ما يسألوا ما عرفوا مبتدع، لما سألوا عرفوا مبتدع، قال له وما أراك إلا أو أراك إلا مبتدعا، عرفوا مبتدع خلى قاعد، قال شنو؟ أجدعوا برا طوال، قال طلعوا برا. ليه؟ لأنه عرفوا شنو يا جماعة؟ مبتدع، مبتدع ما بيجوز يقعد معك ولا بيجوز تقعد معاه. ولو ركبت راس رفضت القرآن اللي قلناه ده والحديث اللي قلناه وكلام السلف اللي قلناه وكلام علمائنا الشيخ العثيمين وغيره، لو رفضت الكلام ده كله، سفيان الثوري جاك بيجاي قال لك قعدت معاه ما حتسلم من واحد من ثلاثة، وده ما معناته الثلاثة ما ممكن يجتمعوا فيك، ما معناته كده، لكن هو بيقول لك رحمه الله بيقول لك لو سلمت من اثنين لابد تتورط في شنو؟ واحدة، يعني ممكن الثلاثة تتورط فيهم، والغالب الناس قاعد يتورطوا في الثلاثة بالمناسبة، ده الغالب الأعم الأعظم، لكن لو خلاص بقيت شاطر لابد تقع في واحدة، وكل واحد أسوأ من الثانية. قال إما أن يكون فتنة لغيره، دي الأولى، وكلام أنا ذكرته لك بحرفه، والأثر ده رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وغيره، كتاب البدع والنهي عنها هذا كتاب صغير ما كبير، لكن مرجع للمسلمين، حتى الإمام الشاطبي في الاعتصام بنقول من الكتاب ده، كثير بنقول من كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح. المهم قال الأولى إما أن يكون فتنة لشنو؟ لغيره. أنت قاعد جوا بالصفحة، أنا ما بعرف الحياة جوا، لكن أعذروني لو أخطأت في صفحة ولا بتاع ولا كده. المهم تكون قاعد جوا في الفيسبوك معك جماعة، معك جماعة شلة من أنصار السنة عواليك قاعدين معك، وشلة من الأتباع اللي زيرك، وشلة مع غيرهم، وأنت جاهل ما قادر ترد على الشبه، لكن مصنجر قاعد جوا خدت البمبر وقاعد معاهم. بيجي زول بيشوفك مع الجماعة ديل برضه بيخش، أو في الحلة برا في الحلة ساكت تقعد يوم جنب الدكان بتاع الفول وفي جماعة قاعدين معاك بيجاي واحدين بيجاي واحدين بيجاي، وده يضحك وانت تعمل فيها صاري، بعد شوية تعجبك النكتة بتاعتهم تضحك معاهم، هم صوفية أو حزبيين أو أخوان مسلمين أو شعبيين أو جبهجية أو غيرهم. قال إذا أنت سليم ما وقع عليك بدعة في قلبك بتكون فتنة لمنو؟ لغيرك.
بيجي ود الجيران العارفك انت مولانا فلان وحضر لك نصيحه بالتوحيد في الجامع وقالك ما بتقعد مع المجرمين دي اللي قاعد حتى لو قاعد طرافي، بقول النازل كويسين يا اخي، لو ما كان فيهم شويه خير ما كان شيخنا فلان شنو قاعد معهم، بتكون فتنه لغيرك. وده زمان لما كنا مع انصار السنه كانوا بيقولوا لنا كده، لما نقول لهم محمد الامين اسماعيل ومحمد السيد ليه ماشيين مع السروريه رحمه الله، ليه ماشيين مع السروريه، يقول لك لو ما كان عبد الحي كويسين ما كان مشوا معهم جماعه العلماء والشيوخ دي. ده كان منطق انصار السنه كده الشباب الصغار، يقول لك لو ما كان عبد الحي ده كويس وتراجع ما كان شيوخنا ديل شنو مشوا معاهم. فلو سلمت من اي حاجه لابد تكون فتنه لمنو يا جماعه؟ لغيرك. لو بتركب مين هنا تمشي تصلي مع محمد عبد الكريم في الجريف لانه يبكي جماعه خلاص ومشيت، في جماعه بيشوفوك هناك او زول مره صدفه سايب الجامع لقاك جوا بكره ممكن يجي لانه متخذك انت شنو يا جماعه؟ قدوه، وحتكون فتنه لغيرك. ولما تفتن المؤمنين دي جريمة، دي كمان جريمة برا، تفتنهم عن دينهم ده كمان دي جريمة برا يا جماعة. زول انتبه، لازم أهل السنة والجماعة يتميزوا من أهل البدع لابد. وكل السلف أقرى من البداية. محمد بن سيرين رحمه الله جاء واحد مبتدع اسمع مني، قال له ولا كلمة، قال أقرأ عليك حديثا، قال ولا حديث. ودي جابه برضه ابن وضاح في نفس الكتاب واردة في غيره من الكتب، في غيره من الكتب. قال أقرأ عليك القرآن إذا، قال ولا آية. أمش داك طوالي فات، ده الدين كده تقول لي أنا أصلي معاه ولا أقعد معاه؟ ولا آية، قال لي ولا آية. صوته سمح مبتدع عريفي ولا غيره، بطريقته ولا ما دي جاب لنا واحدين من برا أهل أهواء وبدع وأهل تميع مستوردين من برا مظرفين من برا جايين، كلية جبرة تستضيف ما أعرف شنو كده منو ذاك السحيمي، وما أعرف ليك منظمة نداء الإحسان تستضيف منو إبراهيم عامر الرحيلي، ويستضيف منو ثاني فيصل بن حمود الحيدري، ويستضيف خليل، وخليل ده جايبهم ذاته كاتب نفسه يستضيف، انت جبته مجنون ولا شنو؟ وداق معه عبد الرحمن حامد ال نابت، كل اهل البدع الايامات دي بيزوروا البلد دي. ودائما انا لاحظت كل ما البلد دي يجيبوا فيها مبتدع طوالي تلقى البنزين قطع او الدولار غلى او حصل كتمه في البلد دي. فنحن لازم نحارب الناس اللي نرد عليهم عشان ترد البلا والفتن والابتلاءات عن هذه البلاد. الكتار من اهل طيبين ردوا على النازل، ده كلهم اهل بدع، كلهم اهل بدع. قال واما، قلنا الحاله الاولى شنو؟ تكون فتنه لغيرك، لابد بس الثلاثه دي لابد يحصل منهم واحد، اذا ما حصلوا الثلاثه. ولاحظ برك، لاحظ الكلام ده. حتى لو في زول من اخوانك ذاته شويه ملكلك ويمشي بجالس، لابد يقعوا فيه الثلاثه او اثنين او واحد. والله الكلام ده احنا شفناه بعيننا. الصمة بجلي. والزول تلقى دائما يناقش ناس جوا هناك مبتدعه وما يعرف العلم واساليب النقاش التي وردت في الكتاب والسنه، تلقى بتركب له واحده من الثلاثه ذي. انت كده لاحظ في اي مجتمع حتى لو في مجتمعنا ذاته، لاحظ الكلام ده. قال واما ان يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. ليه؟ لأنه البدعة، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حديث جابر قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مش بيشيلوا البدعة بتاعتك كده بيدعوها جوا النار وانت قاعد برا، لا، الزول جاب البدعة ده وبيخش ذاته، ده معنى الحديث كده. عشان كده سفيان الثوري عالم بالكتاب والسنة قال فيزل به فيدخله الله النار بسبب البدعة. وقال لك تقع في قلبك تجد غالط بعد شوية لأنه أنت ذاتك ما عارف الحاصل وما عندك تطعيم وتحصين ضد البدع، فبتركب ليك البدعة أنت ذاتك.
وفي ناس والله شوف زول تلقاه آمن على نفسه لأنه جاهل. والبدعة دي لما انت تخش قلبك ما بتستأذنك، ما بتدق قلبك باب القلب تك تك تك، أنا في الباب خلوني أخش، وإنت ما بتحس بها أصلا، إنت بتلقاه قاعد أيوه، مش بتلقاه، إنت بتكون ما عارفه هو قاعد أيوه، ده الصحيح كده. وتكون إنت مبتدع وما عارف ذاته. ابن الغيم قال الإنسان قد يكون كافر بالله وهو ما عارف إنه كافر، كافر تب وما عارف إنه كافر. إنت عارف المعلومة دي ولا ما عارفها؟ زول تلقى مع المصحف يقرأ ومربي لحية ومقصر إزار وكافر. وضرب أمثلة قال الإنسان اللي بيعترض ولو بقلبه على عطاء الله لبعض عباده كيف؟ زول مجرم الله ده قروش، ضرب مثال كده، زول مجرم الله ده قروش، انت جوا قلبك تعترض، شوف بالله عليك زول الله ما ادي قروش ليه؟ مجرم قاعد يحارب الدعوه، كلام ده جوا قلبك انت كافر، انت ما عارف ايش كلام ده، كلام خطير. فاذا كان الانسان قد يكون كافر وما عارف، فان باب اولى واحرى انه تدخل لك بدعه وتكون مبتدع، او حتى لو ما مبتدع عندك اباطيل وانت ما عارف اصلا. خطورة البدعة شنو؟ خطورة البدعة السلف قالوا انك انت ما بتكون عارف نفسك انك شنو يا جماعة؟ انك مبتدع، عليكم السلام. ما بتكون عارف نفسك انك شنو؟ مبتدع، دي خطورة البدعة هنا يا جماعة. فالإنسان يحذر من هذه الأمور. الحالة الثالثة قال إما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. الحالة الثالثة قال وإما أن يقول أنا لا أبالي بهؤلاء وأنا آمن على نفسي. يقول لك أنا تنصح وتقول له يا أخي ما تناقش الناس، ما تجالسهم، يقول لك أنا ولا ناس ما أضل. قال فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، لأنه هناك في الآية ربنا قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما جالس النازل، ولو ده كل ما في لا زكى ولا ما زكى بينزل عمونه بس سؤال. الإمام أحمد قال عند من نزل؟ قالوا عند القدرية. قال هو قدري انتهى، ولا مشى له ولا جاء ولا قبل معاهم خلاص. والقاعدة دي انتم مطبقين في أرض الواقع في الحلة، بتلقى زول لابس أخضر مع الطريقة التجانية جنب بيتكم، دوم زاوية برقص فيها من الجمعة، تلقى ذول اللي بيستخدر برقص معاهم بدون ما تجلس معاهم. لو سألوك قال لك ده شنو بتقول؟ شنو بتقول؟ بيلعب في المورد عشان كده بيستخدر، ولا بتقول تجاني؟ تجاني. انتهى الموضوع. في الجامعة، انت في الجامعة بتلقى ذول بيصفق مع الشيوعيين في الركن، اوه حرية، 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 بتقول شنو؟ شيوعي. ولا الا تقعد معاهم البرعي ده حصل جلسنا معاهم وقعد نرد عليه والليل والنهار والصباح، حصل جلستوا معاه مبتدع ولا مبتدع؟ لا الموضوع انت عرفته. فكده الناس على الشغله دي واضحه جدا، اوضح من الشمس. والرحيل ابراهيم، انا اقصد ابراهيم الرحيل اللي جابوه هسه ده، جاء قبل كده في مسجد البخاري البيجا ده، اي جاء الجي الفاتت جابوه هنا في الجامع ده ذاته، خلاص الجامع بتاع صفوجيه تبع الحلبي ديل ذاته، جابوه نزلوه هنا ده، وانا مسجل عندي المحاضره بصوته. سالوه عن التعاون اهل البدع، سؤال بعد المحاضره قال بيجوز، قال تتعاون معهم في كل شيء في الدين الا قال اذا دعاك المبتدع لشيء حرام في حد ذاته كشرب خمر او غيري او زنا او غيره، وده مع زول سني انا ما بمشي معه. لو زول سني لكن عنده معاصي وقال لا ده خمره انا بشرب، ما بمشي معه ذات. فده زول مستهبل، زول كذاب. وربنا سبحانه وتعالى قال ما بيجوز الجلوس والتعاون اهل البدع. ربنا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني معاونة، ده التعاون. الآية في التعاون عديل كده، لكن ده اللي بناخذ القرآن وما راضين بإجماع السلف في الدين في الإسلام. فكلامه ده والله كلام باطل، وديل شغلتهم دي رضوا ولا أبو، ما هي إلا تدمير وتمييع وضياع ونسف لمنهج السلف الصالح. خلاصة
منظمة نداء الإحسان، جامعة البخاري، ما أعرف ليه جماعة أنصار السنة، جمعية الكتاب، كلية جبرة، غيره. الخلاصة إنك أنت تبدأ تبقى مع الإخوان المسلمين في سرج واحد مع بعض. وآخر حاجة طلعوا بها شنو؟ حزبين ديل ذاته. آخر شيء مطر ذاك نقد قال شنو؟ قال إنه شوف الحرف، قال نحن كأنصار سنة ما بنرضى الكلام في الصوفية، ولا بنرضى الكلام في الأخوان المسلمين، ولا الصوفية والأخوان المسلمين بيرضوا الكلام فينا في أنصار السنة. وصحيح عندنا خلافات معاهم الصوفية والأخوان المسلمين، لكن خلافات بسيطة، بنقعد في الوطة هكذا قال، في الوطة نحلها. ده ما إجرام يا جماعة. زول بيقول غير الله بيخلق الصوفي، زول بيقول زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، زول بيقول أنا الله عديل، حلاج قال صعدت ارتقيت إلى السماء فشاهدت ربي فقلت من أنت فقال لي أنت. ده على الخلافات بيننا وبينه بسيطة، يمكن كده في الحلم تكون بسيطة؟ ما يمكن يا الأخوان المسلمين. أئمتهم ما يخفى حالهم عليكم، سيد غطب، حسن البنا، صوفية وشيعة وأشاعرة وجهمية، واخذوا عقيدة اليهود وعقيدة النصارى وعقيدة الخوارج وعقيدة كل عقيدة عفنة عند الأخوان المسلمين. مزبلة. شفت عربية الوساخة دي؟ هي جماعة الأخوان المسلمين. لكن ديل كويسين لأنه دي ما بدعة، لكن ديك عبارة عن عربية عفن بتاع بدع جماعة الأخوان المسلمين، ماشي بس في الشارع. ده خلاصة. إذا سئلت عن تعريف جماعة الأخوان المسلمين فلتجب فيما أعلم والله أعلم، قل هم مزبلة جميع البدع، زبالة. شفت الجردل بتاع الزبالة؟ بس ملام بدع بس، دي جماعة الأخوان المسلمين. قال خلافاتنا معهم بسيطة، نقعد في الوطة، وطة تتكسر في راسك، نقعد في الوطة نحلها. ده خلاصة المنهج. والجماعة ده كلهم واحد في النهاية، بيختلفوا في انه داك ليه جابوا ليه بوكسي وانا ما جابوا ليه، بيشاكلوا بدل جماعة تبقى جماعتين، داك ليه وما شاكلوا يبقوا أربعة، داك ليه بقى رئيس كلية جبرة، أنا الكلية دي جبتها أنا من غطر، اتفرقوا بقوا 16. ده الموضوع. لكن منهجهم شنو يا جماعة؟ واحد، ما تتغش يا ساكت يا أخي. الجماعة دل مختار البدري بيسيب في أنصار السنة 22 سنة، ردم تقيل في النهاية، قال ذي الفرقة نارية ذاته، انتهى الموضوع. جاء واحد لمه منها في الله مات في صحن بتاع عشاء، كرة عين جداد واثنين شنو لماهم، قالوا الخلافات دي كانت كلها في مسائل اجتهادية، ما كان في أصول. يا جماعة ممكن في مسائل اجتهادية أنا أدخل ناس جهنم؟ هل يمكن؟ ممثل الصفوية مختار بدري، واحد اسمه مين كده حجازي، وممثل ومعه واحد ثالث خلاص، وممثل الجمعية كان منو العدسي ومعه واحد ثاني منو العدسي، ممثل الإصلاح انصار سنة كان الحواري، ممثل المركز العام كان دكتور خالد. قالوا الخلاف ده كله السنين الطويلة دي ما كان ذاتي في مسألة تستحق. سبحانه بتاع الشعرية وكرة انجداد توحيدكم، يعني الموضوع ده ما كان شنو يا جماعة في دين، كان في صحن شعرية، لأنه رجعهم تاني رجعهم من جديد. ده كله في دنيا، والله في دنيا، ما عنده أي علاقة بدين، ولا عنده أي علاقة بإسلام، ولا عنده أي علاقة بمنهج. والمنهج اللي كان ببرطع بيه وعبد الرحمن حامد وصلاح اللمين، والمنهج ولا بد من منهج السلف. وأنا أديته قال شهر بس، محمد الأمين إسماعيل قال 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 كده، قال ديك العدة ده اديته شهر، هو اللي قال مانا، نحن ما ناقصين بلاغات، هو اللي قال خلاص، قال ديك العدة ده أنا اديته شهر بس، قال إذا ما رجع أنا عندي كلام تاني. قال الكلام التاني يا توب، عاد لمين شغال مع الأخوان المسلمين في السودان محلي، بيلعب في الدوري المحلي. عبد الرحمن حامد مشى جابه من الدوري البرة، كويت، مصر، جاب حزب النور الأخوان المسلمين، جاب حياة التراث ذاته، ويا ريته لو جاب الغفير، جاب مدير حياة التراث، ده جابه كبيرة يا زول. ده بيقى بيلعب في الدوري الخليجي برا. قال ها؟
الدينار قال له ب 50 جنيه 59 59 جنيه والله ذات عجيب مره واحد. لا فاضي لا دولار ولا يورو ولا استرليني 59 جنيه واحد بس كده يعني لو شلت 100 دينار دي بتكفيك 10 شهور. باعوا الشغلة وضيعوا الشغلة كلها آخرة بقى يزكي حسن البنا ذات وبقى شنو والله يا جماعة الناس دي الواحد دينهم ده واحد منظمة شنو جماعة شنو في النهاية منهجهم ده دايرين يدمروا بهم منهج السلف الصالح. الخلاصة إنه أنتوا ربنا علمكم المنهج الصحيح صح نحن ما علم لكن عرفنا بعض الأصول والكليات وكذا 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 وهدو أنتوا بتدرسوا الآن مع الشيخ أبو بكر حفظه الله جزاه الله خير على ما يقوم به من عمل كبير نسأل الله يجزيه خير ويجزيكم كلكم. المطلوب شنو المطلوب يا جماعة المنهج ده ما تلعبوا فيه قعادك مع أهل البدع ده لعب الدين نغاشك لمن لا يريد الحق منهم ضيع للأوقات وضيع للأعمار. عشان كده الشيخ ربيع قال أوصي الشباب في معنى كلامه إنه ما يناقشوا أحد وقد علمت أنه لا يريد الحق ما تناقشوا زول أنت بتناقش فيه الليل والنهار تقول له قال الله يقول له قال الهواري قال الله قال الدجال قال الله ما بينفع ده يا ناس ده ما ممكن يكون قاعد معاك في صفحتك وتناقش فيه الليل والنهار ما بيجوز شرعا. قال شيخ ربيع قال الوكب ده اللي بيضيع في هؤلاء الذين تعلم يقينا أنهم لا يريدون الحق. كيف عرفتها؟ بتدي دليل بيرفضوا تاني حق وين؟ قال وقتك هذا أولى به من يبحث عن شنو يا جماعة؟ أنا الحق في ولا ما في؟ في ناس والله واحد قال لي أنا لي 5 سنة بفتش بتلفونك ودار أنتوا بتدرسوا وين ومحلكم وين؟ 5 سنة ده مش أولى نحن نفتشه بدل ما نناقش لنا مين أبو عمير ومين مين مين زول ما دار الحق أصلاً أصلاً وزول بليد أفضل منه الحمار بآلاف المرات ما ممكن أنا أقعد أناقش ده مثال يعني مثال ما ممكن ده ولا غيره أنا أقعد أضيع فيه وقتي يا جماعة لا يمكن والله ما تضيعوا زمنكم لأن العلماء قالوا العمر والوقت ما ذهب منه لا يعود المشى ورا ما بيجي تاني راجع قدام ولا بتقدر تعوضه ولو دفعت مال الدنيا كله فما تضيعوا فيه سفهاء صعاليك لا يريدون الحق. أنفق وقتك في إنك تتعلم وتحفظ ما فاتك وتتعلم ما فاتك وتعلم الناس الدائرين الحق وما أكثره. والخير بقى الآن في العوام أكثر مما هو في شنو يا جماعة في غيره من الحزبيين وغيرهم وغيرهم وغالبا غالبا أي زول تلقاه منضوي له جماعة ولا حزب ولا جماعة ولا منظمة في الغالب ده تلقى ما داير الحق وهو يعلم الحق ما داير لأنه الحق بيقطع منه 1500 اللي بيجيه يوم 30 في الشهر ما داير ما داير عارفه وعرفه قبليك ذات وما داير. وفي الغالب الزول ما منتمي لحزب ولا جماعة ولا طريقة تلقى زول عامي ساكت ده لو لقى الدليل بحكمة وبأسلوب صحيح بيقبل حتى لو ما طبق بقول لك الله يعينني أطبق لكن ذاك لو تديه 1000 دليل في الغالب في الغالب في الغالب ما دايره بعد ما يعلم زي ما ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وزي ما ربنا قال على الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ليه؟ لأنهم عارفين الحق وزات اليهود عشان كده ما بيتبعوا قبلتك فالإنسان ينتبه لهذه الأمور. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير بارك الله.